اوبشن صار لكم تمرين 31 صفحه 68. التمرين موجود على الشاشه، تابعوا معي في الكتاب المدرسي صفحه 67. شنو في نص التمرين؟ يمثل الشكل اسفله هو رقعه شطرنج، نضعه في الخانه الاولى واحد حبه قمح، معناتها لا نمشي حط واحد في الخانه، اثنين اثنين حبتين في الخانه، في الخانه ثلاثه ضعف ما في اثنين، معناتها اثنين في اثنين اربعه، ولهنا ضعف ما في ثلاثه، اربعه في اثنين ثمانيه، ولهنا 16 32 64 دي ما يمشي بالضعف هكا ولا، اذا ولهنا يمشي حط ضعف 64، معناتها 64 ضرب 2 128. باهي شنو المطلوب لهنا؟ وهكذا حتى نهايه الخانه الاخيره. ما هو عدد الحبات في الخانه سي 5؟ ما هو عدد الحبات في الخانه الاخيره اي هاش 8؟ شنو لاحظ انا لهنا؟ هذه 2 قوت 0، هذه 2 قوت 1، هذه 2 قوت 2، 2 قوت 3، 2 قوت 4، 2 قوت 5، 2 قوت 6، 2 قوت 7. تمام ولا؟ اذا هو باقي يمشي باثنين قوة، ولكن لهنا قوت صفر عمل الخانة رقم واحد الا صفر الا واحد باش تحصلنا على صفر، لهنا اثنين الا واحد تحصلنا على واحد، لهنا ثلاثة ديما ينقص لنا، لهنا الخانة رقم ثلاثة الا واحد، اثنين اربعة الا واحد ثلاثة. اذا شنو باقي يعملوا؟ في كل ما يمشي من خانة لخانة باقي ينقص في بالنسبة للقوة ينقص في رقم واحد، فهمنا؟ ديما باقي يمشي. لهنا في البي شنو باش نحط؟ باش نحط اثنين قوت ثمانية، 2 قوت 9 قوت 10 11 12 13 14 15 2 قوت 16 قوت 17 قوت 18 قوت 19 قوت 20. اذا في الخانه سي 5 عندي 2 قوت 20 2 قوت 20 حبه قمح. في الخانه 8 هاش 8، هاي هاش 8، قداش عندي من رقم مربع لهنا؟ عندي 8 لهنا في الخانه 8، قداش عندي من مربع؟ هي اخر خانة عندي 64 مربع، اذا 2 قوت 64 الا واحد هكا ولا؟ دي 2 قوت 64 الا واحد معناتها 2 قوت 63، هذه خاطر عندي 64 مربع، 1 2 3 4 5 6 7 8 ومن 1 2 3 4 5 6 7 8. طريقة سهلة باش نحسبوا لهنا عدد المربعات، نضرب 8 في 8 64. فهمنا؟ هذا هو نص التمرين نتاعي. نتعدل للتمرين اللي بعدها اللي هو التمرين 32 صفحة كيف كيف 68. شنو فيه نص التمرين؟ أكبر نسبة تدفق مياه في العالم هي في نهر الأمازون، وتقدر ب 180 ألف متر مكعب في الثانية، معناتها في كل ثانية يخرج 180 ألف متر مكعب. اكتب هذه الكمية باللتر في الثانية، بين أن هذه الكمية تساوي 2 قوت 3 في 3 قوت 4 في 10 قوت 9 لتر في الساعة. اعطيني نسبة تدفق المياه بالنسبة تدفق المياه بالمتر مكعب، اعطيني 180 ألف متر مكعب، مش نبدلها للتر، اذا شنو باش نعمل؟ هي متر مكعب مش نبدلها للتر، شنو باش تولي؟ باش نضربها في قداش؟ 180 ألف باش نبدلها بالمتر مكعب للمتر. يكفي اني نضرب في 100، معناتها نزيد صفرين لهنا، متر اللي هي 18 ضارب 10 قوت 7 متر. كيفاش عملنا 10 قوت 7؟ قوت 1 قوت 2 قوت 3 قوت 4 قوت 5 قوت 6، نحن زدنا عندي 1 2 3 4 نزيدوا 3 أصفار، إذا 10 قوت 7 باهي، من متر مكعب للمتر نضرب في 1000 ضرب 1000 لهنا، هذه بدلتها للمتر. هو يحب يلوج على نسبة تدفق المياه باللتر في الساعة، إذا شنو باش نعمل؟ هذه باش نضربها في الساعة في 3600، باش تجيني 18 في 10 قوت 7 ضارب 3600. شنو باش تجيني النتيجة النهائية؟ نحاول نحل بشوي بشوي، هذه 18 في 10 قوت 7 في هذه نكتبها 36 في 10 قوت 2، إذا شنو باش تجي؟ هذه 18 هي 2 في 9 في 36 نجم نكتبها 4 في 9، و10 قوت 7 و10 قوت 2 نجم نكتبها 10 قوت 9. باهي باش تولي عندي 2 في هذه هي 2 قوت 1 وهذه 2 قوت 2، معناتها 2 قوت 3 في 9 قوت 2 في 10 قوت 9. باهي و9 قوت 2 هذه شنو؟ 9 هي 3 قوت 2، معناتها تجب تكتب 2 قوت 3 في 3 قوت 2 قوت 2، معناتها 3 قوت 4 في 10 قوت 9. فهمنا؟ وهاني ديجا وصلت للنتيجة اللي يحب عليها، بين أنها تكتب 2 قوت 3 في 3 قوت 4 في 10 قوت 9. باهي خاطر لهنا نحط لكم شنو عملت، عملت إنه 9 هي 3 قوت 2 خرجت من هذه، و4 هي 2 قوت 2، وعملت 10 قوت
سبعة في عشرة قوت اثنين يساوي عشرة قوت سبعة مع اثنين معناتها يساوي عشرة قوت تسعة. باقي يطبق في القواعد متاعي. نصلح التمرين 33 صفحة 68. نص التمرين: عمر الأرض هو 46 في 10 قوت 8 سنة، فما هو عمرها بالمليون سنة؟ مساحة الأرض، الأرض تقارب، أعطيني عدد ذي 500، أعطيني عدد ذي في 5 وراغ معناها 5 10 نجم نكتب 5 10 قوت 1 2 3 4 5 6 7 8 10 قوت 8 باهي 5 ضرب 10 قوت 8 كيلو متر مربع. اكتب مساحتها بالكيلومتر مربع مستعملا قوة 10، يعني وليت كيفاش خدمناه، ما هي مساحتها بالمتر المربع وبالهكتار؟ باهي باش نبدا نجاوبوا على السؤال الاولاني. يحب يحسب عمر الارض بالمليون سنة، هي عمرها 46 في 10 قوة 8، اذا باش يحسبها بالمليون سنة شنو يعمل؟ بيكفي انه يقسم العدد هذا على 10 قوة 6، يعني باش نحسبها بالمليون سنة يكفي اني نقسم العدد نتاعي اللي هو 46 في 10 قوة 8 قاسم 10 قوت 6، شنو باش تولي هذه النتيجة نتاعي؟ هي 46، خلوها 10 قوت 8 قاسم 10 قوت 6، معناتها 10 قوت 8 إلا 6، كي تبدأ عندي القوة من اللوطة نطلعها الفوق تولي لي 8 إلا 6، تولي لي 46 10 قوت 2. علاش لهنا خدمت هذايا؟ على خاطر مليون سنة، شنو تجي مليون سنة؟ هي 10 قوت 6، مليون سنة هو 10 قوت 6، شو معناتها 10 قوت 6؟ معناتها 1 وراه 6 أصفار، 1 2 3 4 5 6 أصفار، هذه هي النتيجة نتاعي، هذه هي بالمليون سنة. شو يحب من بعد؟ سؤال مساحة الأرض يحبها بالمتر، مساحة الأرض يحبها قوة 10، قوة 10 وليتهم كيفاش نكتبوها، العدد نتاعي قوة 10. نكتبوا 5، قديش عندي من صفر؟ معناها 5 10 قوت 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا 10 قوت 8 باهي 10 قوت 8. بعد يحب يكتب المساحه نتاعها بالمتر مربع، هذيك ال 10 قوت 8 يحب يكتبها بالمتر مربع، يكفي اني 5 10 قوت 8 ضارب 10 قوت 8 نضربها في 10 قوت 6 باش نبدلها المتر مربع، مش تجيني 5 ضارب 10 قوت 8 مع 6 معناتها 10 قوت 14، هذه بالمتر مربع. بعد السؤال اللي بعدها وبالهكتار، باش نبدلها للهكتار. باهي كيفاش باش نعمل باش نبدلها للهكتار؟ قبل ما نبدلها للهكتار هي 10 5 5 في 10 قوت 8 دي باش نبدلها للهكتار، اذا شنو نعمل باش نبدلها للهكتار؟ يكفي اني نضربها في 10 قوت 2 معناتها 5 10 قوت 8 ضارب 10 قوت 2 يساوي 5 في 10 قوت 10 هذه بالهكتار. نسيت من هنا شنو تاع التحويل اللي خدمت به، 1 كيلومتر مربع يساوي 10 قوت 6 متر مربع، وخدمت تاع بدلت الهكتومتر مربع كيف كيف 1 كيلومتر مربع يساوي 10 قوت 2 هكتار، هذوما اللي استعملتهم في التمرين نتاعي تاع التحويل. اذا عندي بالكيلومتر مربع يكفي اني نضرب النتيجه في 10 قوت 6، عندي بالكيلومتر مربع يكفي اني نضرب النتيجه في 10 قوت 2. حتى نصلح التمرين 34 صفحه 68. شنو فيه التمرين؟ انقل واتمم، اعطيني فراغات يحبني نتممهم. سؤالي بعد: اذا علمت ان حجم الارض يقارب 11 في 10 قوت 11 كيلومتر مكعب، فما هو حجمها بالمليار متر مكعب؟ اذا علمت ان حجم الشمس هو معناها هو 13 10 قوت 1 2 3 4 5 10 قوت 5 مره حجم الارض، معناتها هذه حجم الارض مش نضربوه في العدد هذا باش نلقوا حجم الشمس، فما هو حجمها بالبليار متر مكعب؟ باهي كل شيء مش نتمم، عندي 1 كيلومتر مكعب قداش يجي من متر مكعب؟ لهنا 10 قوت 9 باش نبدل من الكيلومتر مكعب للمتر مكعب نضرب في 10 قوت 9. هذا السؤال الاولاني. السؤال الثاني: حجم الارض بالمليار متر مكعب، واعطيهولي الحجم بالكيلومتر مكعب، مش يبدو بالمليار متر مكعب، يكفي اني العدد هذا شنو نعمله؟ نضربه في 10 قوت 9 ونقسمه على 10 قوت 9. شنو استعملت هنا؟ استعملت انه 1 مليار متر مكعب يساوي 10 قوت 9. باهي العدد نتاعي هو شنو؟ هو 11 ضارب 10 قوت 11، هذايا حجم الأرض بالكيلومتر مكعب، يحب يبدلو
بالمليار متر مكعب. شو معناتها؟ معناتها باش يضربوا في 10^9 ويقسم على 10^9. علاش ضربنا في 10^9 وعلاش قسمنا على 10^9؟ على خاطر هو يحبوا بالمليار متر مكعب، يحبوا بالمليار متر مكعب. اذا لازمني نبدلوا للكيلومتر مكعب، معناها باش نقسم على 10^9 ومن بعد نبدلوا للمليار. هاوريكم بالتمشي بالمرحله بالمرحله. عندي هو 11 × 10^11، هذايا كيلومتر مكعب. كيلومتر مكعب يلزمني نبدلو قبل ما نبدلو للمليار متر مكعب، نبدلو للمتر مكعب. إذا باش نبدل من كيلومتر مكعب للمتر مكعب، شنو باش نعمل؟ هو بالمتر، هو هي 11 × 10^11 كيلومتر مكعب. إذا يلزمني نضربها في 9 في 10^9، مش تجيني 11 × 10^11 × 10^9، هذه باش تجيني النتيجة بالمتر مكعب. وما باش يبدل للمليار، قلنا 1 مليار متر مكعب هو 10^9، إذا هذا لازم يقسمها على 10^9، بعد باش يعمل 11 × 10^11 × 10^9 قاسم 10^9، باش تجيني النتيجة 11 × 10^11، الوحدة متاع النتيجة مليار متر مكعب. فهمنا؟ سؤالي بعدها باش يلوج على حجم الشمس. عطيني حجم الشمس، هو حجم الأرض ضارب 13 × 10^5. إذا النتيجة اللي عطيها لي هي هو 11 × 10^11، مش نضربها، ضارب 13 × 10^5. هي تتعاود 13 × 10^5 مرة ضعف حجم الأرض. جي شنو بجي النتيجة هذه؟ 11 × 143 × 10^16. 10^16. بعد شنو يحب يبدل؟ فما هو حجمها بالبليار متر مكعب؟ ما باش يبدلها للبليار متر مكعب، لازمني نعرف كيفاش نبدل. اذا البليار متر مكعب هو 10^12. 1 اذا يكفي اني نقسم النتيجه تاعي على 10^12، معناها 143 × 10^16 على 10^12، تجيني 143 × 10^16 إلا 12، معناتها 143 × 10^16 إلا 12^4. الوحدة هي بليار متر مكعب، بليار متر مكعب، هذه حجم الشمس، 143 × 10^4 بليار متر مكعب. صلحوا التمرين 35 صفحة 68. أنقل وأتمم، عطيني فراغ ويحبني نكمل. قبل كل شيء نكمل لكم الوحدة متاعي وبعد نبدأ نصلح في التمارين. إذا شو يحب هو؟ 1 لتر يساوي 1 لتر يساوي 1 ديكامتر مكعب، يساوي يحب يبدلها للمليمتر مكعب. شو باش يعمل؟ يعني باش يبدل من ديكامتر مكعب للمليمتر مكعب. اذا قداش باش نزيد من صفر من الديكامتر مكعب للمليمتر مكعب؟ هي 6 أصفار، 1 2 3 4 5، 6 أصفار، معناتها يساوي 10^6 مليمتر مكعب. باهي، نوريكم كيفاش نخدموهم هذوما الوحدات باش ما ننسوش. نحنا نعرفوا نبدلوا كي يبدا عندي متر مكعب ولا مليمتر مكعب. شو معناتها مليمتر مكعب؟ الخانه نتاع المليمتر نقسمها لثلاثة، مربع نقسمها لاثنين، بعد شنو عندي؟ عندي سنتيمتر مكعب، كيف نقسمها لثلاثة. بعد عندي ديسيمتر مكعب نقسمها لثلاثة، بعد عندي متر مكعب نقسمها لثلاثة، وهكذا مجالي. هو شنو يحب؟ قال لي 1 ديكامتر مكعب، معناتها نكتبها لهنا 1، باش نبدلها للمليمتر مكعب 0 2 3 4 5 6. تفهمنا؟ كان قال لي مثلا 20 ديكامتر مكعب، معناتها 20 هكا نكتب نبدلها ل. كان قال لي مثلا 3 سنتيمتر مكعب، نكتب 3 ونحط وراها 3 أصفار. تفهمنا؟ إذا جدول عادي تمشي اللي نعرفوه، ولكن حاطين 3 خانات خاطر مكعب، لأن كيف كان جا عندي مربع نحطو خانتين. باهي، نتعدى للسؤال اللي بعده. الكريات الحمراء، تابعوا صفحة 68. الكريات الحمراء هي مكون من مكونات دم الإنسان وتوجد بقدر 5 ملايين كويرة بالمليمتر مكعب. إذا علمت أن جسم الإنسان به ما يقارب 5 لترات دم، أعطي قيمة تقريبية لعدد الكريات الحمراء في جسم الإنسان. شنو باش نعمل هنا؟ حب على قيمة تقريبية.
عدد الكويرات باش نلوج عليها بالمليمتر مكعب، ومن بعد تالي باش نلوج على كمية الدم اللي هي 5 لترات، ومن بعد باش نلوج عليها في كمية عدد الكويرات الحمراء في جسم الإنسان. باهي، عدد الكويرات الحمراء بالمليمتر مكعب، شنو معناتها بالمليمتر مكعب؟ هي توجد بقدر 5 ملايين كويرة بالمليمتر مكعب، معناتها 5 × 10^6. إذا هي عدد الكويرات الحمراء بالمليمتر مكعب، بالمليمتر نجم نكتبوها كي بالعربي، بالمليمتر مكعب هي 10 × 10^6، على خاطر هو عنده الكويرات الحمراء هي توجد بقدر 5 ملايين كويرة، 5 × 10^6 هي 10^6. باهي، بعد باش نلوج على كمية الدم في جسم الإنسان بالمليمتر المكعب، كمية الدم بالمليمتر مكعب بطبيعة في جسم الإنسان هو عنده 5 لترات، هكا ولا؟ إذا 5 لترات يساوي كم بالمليمتر مكعب؟ هي 5 × 10^6 مليمتر مكعب. تفهمنا؟ باهي، تو شنو باش نعمل أنا؟ عدد الكويرات الحمراء في جسم الإنسان بالمليمتر مكعب، هذه كمية الدم، وتو عدد الكويرات، شنو باش نعملو العدد هذا؟ 10 × 5^6 باش نضربها في 5 × 10^6، على خاطر عدد الكويرات الحمراء بالمليمتر مكعب هما 5 × 10^6، وكمية الدم هذه كل، معناها هذه لازم نضربها في هذه. إذا شنو باش نعمل؟ لهنا باش نلوج على عدد الكويرات الحمراء في جسم الإنسان بطبيعة بالمليمتر مكعب هي 5 × 10^6، اللي هي هذه باش نضربها في 5 × 10^6، شنو باش تجيني؟ 25 × 10^12. تفهم؟ كي نعمل ديجا تحليل الدم للنفس باش ديما هذوما الكويرات الحمراء نكون النتيجه هكا 25 ما يقارب، معناها عند الانسان الطبيعي 25 × 10^2 مليمتر مكعب. نصلح التمارين 36. بالنسبة للصفحة هذه هما تمارينات معناها ثقافة عامة، باقي نستغل في الثقافة العامة وباش نخدم بها في القوى، باش معناها باش نعرفوا النسبة السنة الضوئية، باش نعرفوا كريات الدم، باش نعرفوا حجم الأرض، حجم الشمس. باهي، السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها شعاع الضوء في سنة، وهي تقارب 9000 مليار كيلومتر. أبعد الكواكب عن الأرض توجد على أكثر من 10 مليار سنة ضوئية، ما هي بالمليار كيلومتر المسافة التي تفصلنا عن هذه الكواكب؟ كم يوجد من صفر في هذا العدد؟ باهي، قبل كل شيء 10 مليار سنة ضوئية هي قديش؟ هي 10 × 10^9، 10 مليار سنة ضوئية هي 10 × 10^9. عشرة مليار سنة ضوئية هي 10 × 10^9 اللي هي 10^10. المسافة التي تفصلنا عن الكوكب، عند آخر كوكب، باش نحسب المسافة، شنو باش نعمل؟ هي المسافة هي عطيلي بالمليار كيلومتر مكعب، معناتها 9000 × 10^10. شو معناتها 9000؟ معناتها هي 9 × 10^3 × 10^10 يساوي 9 × 10^3. باهي، قداش عندي من صفر بعد التسعة؟ عندي 13 صفر، خاطر هذه 10^9، عند عندي 13 صفر في هذا العدد 13 صفر، 9 × 10^13 معناتها 13 صفر، نحط 9 ولهنا وراها 13 صفر، فهمنا باش نلقى النتيجة هذه 9 × 10^13. نختم الفيديو متاعي هذايا بالتمرين رقم 37. شوف في التمرين 37، قارن العددين 10 × 5 و11 × 5 دون إنجاز العملية. باهي، عندهم نفس القوة العددين هذوما الزوز، ولكن أما أكبر 11 ولا 10؟ 11 أكبر. إذا شنو باش يكون العدد الأكبر؟ هو 11 × 5، مادام عندهم نفس القوة نقارن الأعداد. نعلم أن 11 × 5 يساوي أحد الأعداد المعطاة بالجدول التالي، معناه واحد في هذوما 11 × 5. لماذا 1021 لا يوافق الجواب الصحيح؟ علاش 1021 ما يوافقش الجواب الصحيح؟ علاش 11 × 5؟ هل انه تتكون من 4 ارقام ولا لا؟ اللي 11 × 5 121 ما يكونش عدد نتاعها، ما يكونش الاجابه نتاعها. علاش؟ لقدر 11 × 5 مستحيل انها تكون تتكون من 4 ارقام. باهي، علاش؟
تلاش بتكون من 4 نقاط، خاطر عندها قوة 5 وهي 11، والأحاد بتاعها لازم يكون 1، الأحاد بتاعها لازم يكون 1، إذا 121 لا يمكن أن تكون النتيجة، مستحيل تكون النتيجة 121 وإلا 5311، على خاطر 11 قوة 5 يتكون من أكثر من 4 أرقام، والأحاد يكون 1، على خاطر عندي 11 قوة، إذا الإجابة الصحيحة هي هذه، فهمنا؟ هذا السؤال اللي بعده، توجد نتيجة العدد 164 قوة 3 من بين الأعداد المعطاة بالجدول التالي، أعطيني 3 أعداد، أنا هو فيه؟ هل إنه هذا؟ هل إنه هذا؟ هل إنه هذا؟ يزني نعرف الأحاد، رقم الأحاد بتاع العدد هذا شنو باش يكون؟ هي 164 قوة 3، معناتها 164 في 164 في 164، كي نعمل 4 ضرب 4، 4 ضرب 4 يساوي 16، معناتها الأحاد بتاعها هذيك 6. كي نعمل 6 ضرب 4 خاطر باش نزيد قوة 3 مرة أخرى، معناتها 6 هذي باش نزيد نضربها في 4 باش تجيني 24، إذا الأحاد متاع العدد متاعي هو لازم يكون 4، لأن النتيجة هي هذي، فهمنا هذي هي النتيجة، علاش خاطر 164 قوة 3 معناتها 164 ضارب 164، باش نزيد نعملها ضارب 164، كي نعمل هذوما الزوز الأولانيين باش نلقى 16، معناتها 6 في 4 باش نلقى 4 في الآخر. فهمنا هذيك هي النتيجة متاعي، إذا النتيجة متاعي صحيحة دون إنجاز العملية، هي نتيجة للأحاد متاعها يكون 4.